السلام عليكم أصدقائي ومرحبا بكم في قناتكم تي في اس تكنولوجي. تي في اس تكنولوجي هي قناة مختصة في الدروس النظرية والتطبيقية في مجال الكهرباء الصناعي والمنزلي والإلكترونيك وأيضا أوتوماتيزم. في هذا الفيديو سوف نعطي فيه برنامج للدروس التطبيقية والنظرية في الكهرباء الصناعي بطريقة بسيطة للمبتدئين وأيضا للمتدربين الذين لا زال عندهم غموض في كل ما يتعلق بأجزاء الكهربائية وطريقة استخدامها. البرنامج سوف يكون مقسم على الشكل التالي، سوف يكون مقسم على شكل أجزاء. الجزء الأول سوف نتعرف فيه على الكونتاكتور، وفي الجزء الثاني سوف نتعرف على بلوك أوكسيلير، وفي الجزء الثالث سوف نتعرف على بلوك تمبوريزي أو تمبوريزاتور، وفي الجزء الخامس الرابع عفوا سوف نتعرف على السكسيونور. مثل هذا ويوجد انواع كثيره من السكسيونور سوف نتطرق اليها ان شاء الله. وفي الجزء الخامس سوف نتعرف على رولي تيرميك، وفي الجزء السادس سوف نتعرف على لي بوتون بوسوار مثل هذا وهذا وهذا، وسوف نتعرف ايضا على لي فويون أو المصابيح التي نستعملها. وفي الجزء السابع سوف نتعرف أو نقوم بقيام بتطبيق ديماراج ديريكت. في هذا الجزء سوف نأخذ جميع الأجزاء وسوف نقوم بتطبيق ديماراج ديريكت للمحرك. وفي الجزء الثامن سوف نتعرف أو نقوم بتطبيق ديماراج ديريكت دو سونس. وفي الجزء التاسع سوف نتعرف على كوبلاج إطوال تريونجل. وفي الجزء العاشر سوف نقوم بالتعرف على ديماراج إطوال تريونجل وقيام بالتطبيق. وفي الجزء الحادي عشر سوف نتعرف أو نقوم بتطبيق ديماراج إطوال تريونجل دو سونس. وفي الجزء الثاني عشر سوف نتعرف على المحرك أي موتور، مكوناته وكيف عمله. كل هذه الأشياء سوف نراها أعزائي المشاهدين في فيديوهات قادمة إن شاء الله. وقبل لا تنسوا الاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس ليصلكم كل ما هو جديد. إلى اللقاء في فيديو آخر إن شاء الله.